احنا كنا حبينا نحكيه مع سيرشيد على الارشيفاج، كيفاش يتم الارشيف وكيفاش انه الارشيف والذاكره هما اللي يحميوا الذاكره الوطنيه للبلاد. دونك مهم برشا انه يلزمنا نحافظوا على الموروث نتاعنا وعلى تاريخنا، اكيد طبعا، باش نعرفوا نهار اخر وحتى الاجيال الاخرى تعرف شنو صار في بلادها وتتعلم منها، ونعرفوا انه التاريخ ديما ما يكون كان درس الاجيال القادمه. ذاك علاش سعيد برشا باستضافتنا لي زميلي واستاذي، خلينا نقول سي محمد بن جماعه، صباح الفل. عفوا، مرحبا بك، مرحبا بكل الاصدقاء المستمعين في كل مكان، وخاصه زملاء باذاعه شخص، وخاصه تحيه لكل زملاء باذاعه شخص. هذاك علاش انا قلت استاذي وزميلي. دونك سي محمد، انت مكلف بالتوثيق والمحفوظات باذاعه صفاقس. اليوم التوثيق والمحفوظات، هل كنا نحكي تو حتى شويه في الكواليس، نلقاو في صعوبه كيفاش نوثقوا لهذا ونعاودوا نرجعوا له، نعاودوا نحيوه، نعاودوا نطوروه هي معادله ذهبيه تقريبا يشترك فيها جميع العالم، هو كون التوثيق هو المقدس الذهبي، ضروري باش يكون موجود في كل البلاد وفي كل مكان وفي كل الاختصاصات. رفعا للبس، انا من جانفي 2017 مسؤول على القسم هذا. الاشكال الكبير شنو بالضبط؟ هو كونوا ليليكتور نتاع لي سيبور اللي هازين فيهم الماده الاذاعيه مثلا، ما عادش نجموا ان نقراو بها المخزون الكبير والكبير ياسر اللي هي بالحق لا تقدر بثمن. صحيح اذاعه صفاقس مثلا عملت مجهود كبير ياسر، قامت بمجهود كبير ياسر وحطت في السيبور جديدة بالنيميريك إلى آخره، لكن مازال موجود أشياء أخرى مهمة جدا جدا، ولتوما نفس الإشكال الموجود في الإذاعة الوطنية، نفس الإشكال الموجود في التلفزة الوطنية، نفس الإشكال الموجود في كل الجهات اللي فيها محفوظات سمعية، وهي حقيقة للأسف نوصلوا في الوقت جدا جدا مولي ناخذوها بمئات الدولارات وعشرات الملايين من الدولارات باش ناخذوا وثائقنا. هنا يمكن ثم نقص صغير ياسر في استراتيجية العمل نتاع الأرشيف والتوثيق، يعني ما فكرناش بعد 50 سنة ثم بعد كذا، ضروري باش ناخذ آلات نخبيها مثلا. أنا تو مانيش مختص في الدومين هذا، وإنما نتخيل كشاعر نقول كونه والتخيل مهم في المادة هذه، ضروري باش نلوج على الماكينة إن صحت الكلمة باش نحافظ على المادة هذه اللي هي ما تعوضش وما تقدرش بثمن. أكيد أنت كما كنت تحكي دونك لي سيبور هذوما ما عادش نلقاو الماتريال اللي خدمهم، لانه التكلت شويه وكذا دو تيل فاسون الشركات ما عادش يكفي، الشركات ما عادش تصنع الشيء هذا. نرجعوا توا نحكيو على ديوان الشعر، ديوان النشوه الثانيه. شنو هي النشوه الثانيه هذايا؟ كلمة صعيبة شوية، النشوة الثانية. دوزيام اكسباس بالفرنسية. هو اكسباس راهو بيفهموش الشباب توا. على كل بيان سور ثم مرادفات أخرى عديدة، لكن هذا اللي نقصده بالضبط النشوة. أون شيرش توجور الاكسباس، علاش؟ باش نجموا نعيشوا حياة سوية، لأنه إذا ما نعيشوش اللحظة هذه راهو نتعباو بالعقد ونوليو نعملوا مشاكل في البلاد. هذه من بين الأشياء. من بين الأشياء المهمة جدا تعلمتها من الشعر هو أولا الصبر. اثنين، نعرف كيفاش نحكي مع الناس. يكفي باش ندخل مدخل صغير شعري وهو عنوانه عزف. نخاطب فيه انسان يعزف قدامي ولا نسمع فيه على هو واش نقول. نقول برع صاحب اللحن، نزع ثياب الجملة واستل لسان محارتها، قشر فستق الصمت فيها وبادله قفلة إيقاع خفيف بدا كخنجر من نار، تلفح ذؤابته خد المعنى، يتوزع الصدى ضفيرة منسدلة من رأسها إلى ظهرها في نغمتين. هذا مقطع من نشوة ثانية من الديوان الشعر هذا. نعم نشوة ثانية. نعم، من خارج الديوان، مش اذاعه الديوان، وكتبت امس وقدمتها في اختتام الاقلام الواعده بصفاقس، وشارك فيها عديد من الشعراء والكتاب من البلاد العربيه، من العراق، من المغرب وغيرهم. قريت امامي من النص هذا اقول فيه: اعرف متى اكون شاعرا ومتى انتهي، اعلم حدود البدايه ونقطه الوصول، اتحدر من شغف الخفق لأتجاوز تقلصات الحلق وأهش بهذياني على غنم العشق.
نعيد غنم العشق. غنم العشق والرشو. نعم هذه صور وهذه ابتكارات وهذا نحت للغة ضروري باش يكون في كل إذاعي في كل منتج وفي كل منشط وفي كل واحد يخاطب الناس. حلو برشا وتبارك الله عليك سي محمد. زيد قبيله كنا ندرجوا شويه دونك في الكوليس قلت لي انا عندي زوز حفيد ربي يفضلهم عمري 55 سنه محمد ريان نوجه تحيه محمد ريان اللي هو في التحضير سنه والاء اللي عمرها عامين ان شاء الله تفرح بهم وربي يخليهم لك يتربوا في عصبهم كما يقولوا. وكيف كيف زيد قلت لي انا عمري 55 سنه تبارك الله زيد مش ظاهر عليك وقلت لي لازمني نعيش قلش عليا عمري 20 سنه ونخاطب الجيل نتاع اليوم سينو ما نجموش نوصلوا. تستعملوا الحاسوب اذا أكيد. اذا ما تعملش الميزاجور شو يصير؟ يكتب لك بالضبط هذيك هي الحكايه ما فيها شيء مانيش نعمل في دواء الحمد لله زيرو كومبريمي الحمد لله وبين قوسين عملت عمليه كبيره ياسر يعني تيمور دو كولون عملت شيميوثيرابي وعالجت لمده عامين لكن شوفني انا توا كيفاش الايجابيه هي اللي صلح كل شيء. ولكن انت سي محمد عندك زوج دويات اقوى دويات في العالم اللي هي نشوه الشعر ونشوه العالم والميكرو معناها انا فرح انا فرحان برشا بيكم شباب تبارك الله عليكم انا نحس مستقبل كبير برشا سواء في اذاعه الديوان سواء في اذاعه صفاقس او كل اذاعات العالم علاش كونوا ايجابيين راهي رسائلنا اذا ما تكونش فيها حب وسلام وتلقائيه جدي بيان تلقائيه وعفويه راه ما نجموش نحققوا حتى النتيجه طبعا ما هو كذلك يعطيك الصحه سي محمد وفرحانين برشا اليوم اللي انت بالحق بحضينا فرحانين برشا برشا يعيشك الخير فما استعجلت جدا مشكور عليها والله انا ما انت استعجلت في فراكسيون دو قلت جمله عاود عاود يسمح مش من فما اصدارات جديده مش تكون ولا اصدارات بعد بعد الديوان هذايا هو سبق لاذاعه الديوان اي علاش انا زوز زوز اصدارات اي واحد في النفر وواحد في الشعر ان شاء الله على سنه 2018 بحول الله ان شاء الله بيان سور اول ما يخرجوا بيان سور باش يكونوا عندنا لهنا في الديوان الفيلم ونحكيوا عليهم حتى اطول من هكا خليني نقول ان شاء الله. نشكرك برشا برشا سي محمد بن جماعه دونك الشاعر والاعلامي على زاد نباركولك على صدور مجموعتك الشعريه الجديده النشوه الثانيه هذايا ان شاء الله على قريب تلقاوها تصدر وتنجموا تمشيوا تشريوها وتقراوا الشعر مزيان برشا 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 احنا الحمد لله خذينا النسخه والحمد لله دبرنا انا هذاك علاش نحب انا خدمتي لا لا شجع شجع الجمعة الجاية إذا كان ما قريتوهاش نفكر. لا لا بإذن الله نقراوها ونتناقشوا فيها. ولا تسهلت معك من خاطري تقرا في ليلة هذه. لا تبارك الله. 160 صفحة. هو 160 صفحة بالفارس. أما أنا نعاود نأكد نسألك مرة جاية إذا ما قريتوهاش نعطيوها حاضر سيدي حاضر. نشكرك برشا سي محمد.